يعطيكم العافية. اليوم رح نبدأ بتشابتر 14 اللي هو الشابتر الثاني من مادة السكند. مادة السكند عبارة عن 13 و14. ب13 حكينا عن السوليوشن بروسيس، أما بتشابتر 14 رح نحكي عن موضوع مختلف تماما وما إله أي دخل بتشابتر 13 واللي هو الكيميكال كاينتكس. لما نحكي عن الكيميكال كاينتكس فنحن بنقصد إنه دراسة سرعة التفاعل الكيميائي والأشياء اللي بتأثر لي بسرعة التفاعل الكيميائي. إيش يعني لما نحكي عن سرعة التفاعل الكيميائي؟ معناته ريت. إيش يعني ريت؟ ريت أوف رياكشن أو الريت بشكل عام هو تغير بوحدة الزمن، أي تغير. هلأ السرعة هي تغير في المسافة على الزمن، بينما هون الريت للرياكشن هو عبارة عن change in concentration with time، عبارة عن التغير في الكونسنتريشن بالنسبة للزمن. السكشن الأول بحكي لي عن العوامل اللي بتأثر لي بسرعة التفاعل الكيميائي. عندي أربع عوامل بتأثر بسرعة التفاعل الكيميائي. العامل الأول اللي هو التمبريتشر. التمبريتشر مثل ما بنعرف إحنا كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زادت سرعة التفاعل. ليش سرعة التفاعل بتزيد لما تزيد درجة الحرارة؟ اللي بصير إنه أنا لما أرفع درجة الحرارة بصير عندي زيادة في سرعة الجزيئات، ولما تصير عندي زيادة في سرعة الجزيئات بيزيد عدد التصادمات الفعالة، فبالتالي إمكانية حدوث التفاعل بتصير أعلى، فبالتالي عندي بصير أسرع التفاعل. فزيادة التمبريتشر increase the rate of reaction. نيجي للconcentration. الconcentration أو الinitial concentration للمواد المتفاعلة. هلا الconcentration مش دائما بيزيد من سرعة التفاعل أو زيادته بتزيد من سرعة التفاعل، ولكن بشكل عام هو بيزيد بس مش دائما. رح نشوف حالة، رح تمرق علينا حالات ممكن يكون الconcentration أو الinitial concentration كل ما زاد يقلل لي من سرعة التفاعل في حالات، وهذا الإشي بيعتمد على الorder. هذا الإشي بيعتمد على الorder. فبشكل عام أو generally خلينا نحكي increase the rate of reaction ومش دائما. نيجي على السيرفس اريا. كل ما زادت السيرفس اريا كل ما زاد من سرعة التفاعل، مثل موضوع صدأ الحديد اللي أخذناه بالتوجيهي. بالضبط بالضبط هو. فهو increase the rate of reaction. ونفس الإشي الكاتاليسز اللي هي إحنا أصلاً نستخدمها، أو الكاتاليست اللي إحنا أصلاً نستخدمها لزيادة سرعة التفاعلات الكيميائية بتكون increase the rate. هلا بما انه حكينا انه الـ rate of reaction هو عبارة عن change in concentration with time، خلينا نعبر عن الـ rate بصيغة رياضية او نحكي عن الـ average rate of reaction. الـ average rate of reaction هنرمز له بالرمز R، يساوي تغير في الـ concentration على التغير في الزمن. لو انا كان عندي مادة A تنتج لي مادة B، تركيز المادة A at time 0 بيكون أعلى ما يمكن، خليني أسميه A نوت اللي هو التركيز البدائي، و at time 0 تركيز المادة B يساوي 0 لأنه التفاعل لسه ما بدأ، بس عند time معين خليني أسميه T1 بيكون عندي التركيز A T1 و B at T1. تركيز A مع الزمن بتناقص بينما تركيز B مع الزمن بتزايد. فلو أنا بدي أرسم
التركيز مع الزمن يكون عندي time with concentration. لو بدي أرسم تركيز المادة A فحتكون أكبر ما يمكن، بعدين حتصير متناقصة وعند الاتزان تثبت التركيز. هاي للمادة A. أما بالنسبة للمادة B فاللي رح يصير رح يكون عندي بالبداية تركيزها صفر، بس مع الزمن رح تتزايد هيك لحد ما يثبت التركيز. لما تثبت التراكيز بعرف إنه بوصل التفاعل عندي لحالة من الاتزان عند ثبوت التراكيز. ولما تثبت التراكيز هذا يعني إنه التفاعل الأمامي يساوي التفاعل الخلفي. فهاي بسميها rate of appearance. للمادة B وهاي الريت of disappearance للمادة B للمادة A. لو بدي أعبر عنها بصيغة رياضية، الريت للرياكشن بدلالة المادة B هو عبارة عن دلتا التغير في تركيز B بالنسبة للزمن، بينما بالنسبة للمادة A فهو يساوي ناقص دلتا A على دلتا تي. ليش حطينا الإشارة الناقصة لأن السالبة؟ لأنه إحنا التغير المادة A بتناقص، وعشان أنا ما يطلع معي الريت بالسالب فأنا بضرب بالسالب. هذا هو بس الهدف من إني أنا أضرب بالإشارة السالبة. لو كان أنا عندي تفاعل BR2، خلينا نكتب التفاعل. عندي التفاعل اللي قدامي اللي هو ال BR2 liquid مع ال HCOOH بيعطيني 2PR- plus 2H plus plus CO2 gas. معطيني عند التايم عدة قراءات للتايم. معطيني تركيز ال BR2 عند كل تايم. بنلاحظ انه كل ما زاد التايم تركيز BR2 عم بيقل. ليش؟ لانه هو من المواد المتفاعلة، فالمواد المتفاعلة تركيزها بيقل مع الزمن. معطيني هون الـ instantaneous rate يعني عند التايم المعين، تايم معين بدي أعرف كم التركيز المعين عشان أنا أوجد الريت عند هذيك النقطة. لو طلب مني إنه بدي أوجد الـ average rate، الـ average rate هو التغير في التركيز بالنسبة للزمن، يعني دلتا أو خلينا نحكيها R rate هي ناقص تركيز الـ BR 2 على دلتا تي. أي تركيزين مع بعض مع أي قراءتين من التايم بقدر أنا أطلع الريت. لو أنا مثلا بدي أوجد بين القراءة الثانية والأولى فرح تكون عندي ناقص 0.0101 ناقص 0.012 على 50 ناقص 0، رح يطلع عندي الريت 3.8 بعشرة قوة ناقص 5 مولر بير سكند. احنا ما حكينا عن وحدة الريت اوف رياكشن، هي المولر اللي هي وحدة تركيز على وحدة زمن. يعني الافرج ريت هون كان 3.8 في عشرة قوة ناقص 5. طب لو أخذه من هون لهون يعني عدة قراءات إحنا أخذناها رح يكون هون 3.3 في عشرة قوة ناقص 5، وهون 2.5 في عشرة قوة ناقص 5، وهون 1.9 في عشرة قوة ناقص 5. بنلاحظ الأفرج ريت كل ما نزلنا لتحت عم بيقل. إيش السبب إنه بيقل؟ بيقل لأنه التراكيز عندي عم تقل، تراكيز الـ BR2 عم تقل عندي، فبالتالي الـ average rate بقل، بضل يتناقص يتناقص لحد ما يثبت، لحد ما يصير عندي الثابت، التركيز ثابت. هذا اللي طلعته هون هو عبارة عن average rate. طب لو أنا بدي الـ instantaneous rate، هذا average rate. لو بدي الـ instantaneous rate ايش بعمل؟ بشوف رسمة
التركيز مع الزمن. هاي عندي concentration وهاي time، وعندي هون 50 مثلا ومية 150 إلى آخره 200، وعندي هاي هي الرسمة تبعت التركيز. وحكالي بده عند 50 بالضبط إيش التركيز، أو إيش عفوا إيش الريت. فأنا بروح بطلع عند الكيرف عند 50 وبرسم سلوب. السلوب هاد أو ميل السلوب هاد، أو عفوا هو السلوب أصلا ميل، السلوب هاد هو عبارة عن ال rate of reaction بيكون بيساويها. فأنا بالطريقة هاي بطلع ال rate اللحظي بهاي الطريقة. تمام، أنا برمز لل rate of reaction بالرمز هذا، بعرف شو اسمه بس هيك رمزها rate of reaction. طبعا انا لو كان عندي هذا التفاعل نفسه، خلينا نرجع نكتبه على هاي الورقة. تمام، الـ rate of reaction اتفقنا انه برمز له بالرمز هاد، هاي رمز بدكم اياه عادي مش خلاف. هلا الـ rate of reaction او معدل او سرعة ظهور الـ BR minus تساوي، بما انه هاي اتنين سوري لازم احطها اتنين، سرعة ظهور الـ BR- تساوي 2 في سرعة اختفاء الـ BR2. فبالتالي دلتا BR- على دلتا T هي 2 في سالب دلتا BR2 على دلتا T. لو بدي احط اتنين هون بتكون دلتا بي ار ماينس على دلتا تي في اتنين وتساوي ناقص دلتا بي ار تو على دلتا تي. تمام، انا عشان اوجد سرعة تفاعل بقدر اعبر عنه بعدة طرق. أول طريقة إنه تفاعل معين، أنا عندي أي تفاعل، في عندي مواد ناتجة وعندي مواد متفاعلة، بقدر أعبر عن سرعة التفاعل باختفاء الـ BR2 أو باختفاء الـ HCOOH أو بظهور الـ BR- أو بظهور الـ H+ أو بالـ CO2. فشرط إنه سرعة التفاعل أو rate of reaction بشكل عام هي عبارة عن التغير في تركيز المواد المتفاعلة أو التغير في تركيز المواد الناتجة، شرط إني أقسمها على معاملها. هاي إيش؟ عشان أوجد الريت لا التفاعل بشكل عام، مش اختفاء أو ظهور مادة معينة، هاي الريت بشكل عام. فأنا لو طلبوا مني الريت بدلالة ما الريت للرياكشن، فأنا بدلالة أي مادة بقدر أوجد الريت. فأنا بقدر أحكي إنه عندي ناقص دلتا بي آر 2 على دلتا تي على واحد وتساوي ناقص دلتا اتش سي او او اتش على دلتا تي برضو على واحد لأنه هي أصلاً معاملها واحد، أو دلتا بي آر ماينس على 2 دلتا تي لأنه معاملها 2، وتساوي كمان التغير في تركيز الـ H+ على 2 دلتا T، كمان تساوي التغير في تركيز، بقدر أحكي تركيز هون لا هون لأنه ضغط، فهاي المادة أنا بكافئ التركيز أنا بعرف بالنسبة للسوليوشنز، بينما الإشي اللي بكافئه بالنسبة للغازات اللي هو الضغط.
فمش مهم هلا حاليا نكتبها. نشوف اكزامبل على الموضوع هذا، اكزامبل بسيط كتير عشان نروح على السكشن يلي بعده اللي هو الريت لو. بهذا الاكزامبل بحكي لي if the rate of appearance of O2 is 3 times 10 to the power minus 5 calculate the rate of disappearance of O3 and the rate of reaction. معطيني المعادلة اللي هي من O3 لل O2، معطيني ال rate of appearance لل O2، طلب مني ال rate of disappearance of O3. من نفس المبدأ اللي كنا نعمل عليه إنه سرعة التفاعل إيش تساوي التغير في تركيز هاد على معامله في التغير في تركيز هاد على معامله، صح؟ بالتالي أنا بحكي إنه ناقص التغير في تركيز الـ O3 على دلتا تي عتنين. ومن هون إحنا غلط نحكي، يعني أعتقد إنه غلط إنه نحكي تركيز لأنه هون غاز، بس هو مكتوب يعني بالدفتر هيك، يعني حسب الدكتور هيك كاتب، فأنا حاسة إنه ما بصير نكتب تغير في التركيز، هي تغير في الضغط على الأغلب، فبس تجاوزا إحنا ما رح نستخدم التغير في التركيز هون، إحنا بس بدنا السرعة، يعني سرعة التفاعل رح أعتبر هاي كلها هيك كاملة إنه سرعة التفاعل، هاي كلها هيك سرعة التفاعل، يعني سرعة اختفاء الـ O3، وهي نفسها تساوي طبعا دلتا تركيز الـ O2 على تركيز 3 في دلتا تي، 3 على دلتا تي. هاي جبتها كيف، وهاي طبعا كلياتها ايش تساوي، تساوي الريت. طيب انا بدي هاي، بدي الريت of disappearance of O3، يعني بدي هاي، هدول انا بس مساويتهم ببعض تمام، وبالتالي هاي ايش تساوي، ناقص دلتا O3 على دلتا T هاي المطلوبة، فهي ايش تساوي، 2 على 3 في التغير في تركيز الـ O2 على دلتا T. فأنا هلأ عبرت عن التركيز في عن اختفاء الـ O3 بدلالة الـ O2، فهي بتكون 2 على 3 من تركيز الـ O2 على التغير في تركيز التغير في تركيز الأوتو بالنسبة للتايم. مش ضروري الإشارة السالبة، مش إشي كتير مهم، بس للإحتياط بنحطها. المطلوب الثاني بيحكي لي بده rate of reaction. rate of reaction يا ما باخد هاي، هلا هدول إحنا بالبداية متساويات أخذناهم لحال وطلعنا النسبة وتناسب بينهم، هلا هون بده rate. rate يا أما باخد هاي على هاي أو هاي على هاي، وإحنا ما حلينا هون، بس 2 على 3 بضربها بالتغير او الابيرنس او ريت اوف ابيرنس اوف O2 اللي هو هاد، اللي هو 3 في 10 قوة ناقص 5، بطلع 2 في 10 قوة ناقص 5. طيب المطلوب اللي بعده بحكي لي بده الريت اوف رياكشن. الريت اوف رياكشن يا اما بختار هذا الجزء وبطلع، أو بختار هذا الجزء وبطلع. هلا الجزء اللي معي اللي هو already معي اللي هو الـ O2 الـ appearance of O2 فبستخدمه. فالـ rate of reaction هو عبارة عن دلتا O2 على 3 دلتا T. إيش يساوي؟ بقي شوي. الـ rate of appearance لا الـ rate of appearance لا الـ O2 كم؟ اللي هو 3 في 10 قوة ناقص 5 على 3، فبطلع 1 في 10 قوة ناقص 5. بقدر أطلعه كيف كمان من اللي هو اختفاء أو disappearance لـ O3. disappearance of O3 أنا معي الـ rate وبقسمه على 2 ويطلع نفس القيمة، يعني يا هاي يا هاي. طب نروح على السكشن يلي بعده، ويفضل انه يكون له فيديو لحاله، فرح نمشي سكشن سكشن.
كل سيكشن فيديو. يعطيكم العافية وأشوفكم الفيديو الجاي.